الو. ايوه ازيك يا اخي؟ الحمد لله تمام. ازيك؟ تمام الحمد لله. اتعرف بيكي؟ اوشا. اوشا اوشا اوشا. ازيك؟ كم سنه؟ 30. مرتبطه؟ متجوزه. متجوزه جواز تقليدي ولا متجوزه عن حب؟ جواز تقليدي خالص. وخطوبة 3 شهور بس. وخطوبة 3 شهور. بقالك قد ايه متجوزة؟ بقالي 12 سنة. عندك أولاد؟ عندي 3. ربنا يخليهم لك. طيب ما حصلش حب في الحدوتة يعني في البدايات كده؟ شوية مشاعر، شوية حب، شوية لطافة، حاجات كده يعني؟ خالص. يعني هو الموضوع أول يعني جوز صالونات وكده، يعني أهله يعرفوا بعض، ف اتخطبنا عارفين بعض، ما لوش لازمه الخطوبه 3 شهور بالظبط. اه بس يعني لما بتبقي انت وراجل في البيت وقاعدين مع بعض وده جوزك، بيبقى في شويه هزار، ضحك، لزازه، وحشتني، حاجات كده يعني، ولا ده ما حصلش؟ في اول الجواز كانت الدنيا جميله جدا وكان كويس وكل حاجه، لحد ما احنا كنا نعمل جوزة بتاعه كده، لحد بقى ما يعني والدته اتدخلت قوي في حياتنا، وابتدت بقى المشاكل بقى تكتر وتزيد، ابتدت يعني عشان حاجات كتير يعني. طب احكي لي بقى ايه اللي مضايقك؟ يعني بص مثلا، يعني هو الستر من ربنا دي اهم حاجه في الدنيا كلها، يعني اهم من بني ادمين، لان البني ادمين اساسا ملوش استقرار بقى. انت تعرضتي لموقف كده كان في حاجه من اللي احنا بنتكلم فيها النهارده؟ من جوزي، من اقرب الناس ليا. يعني انا عندي 30 سنه ما باجي اتكلم مع حد يقول لي يا بنتي بتتكلمي كلام اكبر منك، انت شفتي ايه في الدنيا لسه عشان تقولي كده؟ ما بقاش عندي ثقه في حد. انا من النوع اللي انا ما بثق في حد جدا، يعني ممكن اتكلم معاه بصراحه بعتبر اللي قدامي اخت او اخ. يعني انت اتكلمتي مع حد وفتحتي قلبك وطلعتي كل اللي في قلبك، وفجاه فوجئتي ان الكلام بتاعك ده طلع بره واتنقل؟ يعني انا اول حد فتحت قلبي ليه كان جوزي، وللاسف ما طلعش ستر واطي عليا خالص. ليه؟ قال مين؟ يعني مش قال لحد، يعني ابتدى ان هو يعاير بعد كده، يعني انت مش عارف ايه وانت ميدلتي. طب مش يعني انت قلت لي وانا اتكلمت معاك؟ جوزي يعني جوزي بالنسبه للواحده يعني اخ واب وكل حاجه. ده اول حد. ثاني حاجه يعني ناس كانوا صحابي جدا، كنت مفكرهم ان هم اخواتي، للاسف كده مش كده خالص. يعني بعد صحابيه 12 سنه طلعوا حاجه وحشه جدا، طلعوا غدارين، طلعوا ما بيستهوش، طلعوا بالعكس بيتمنوا لك الاذى. هم دلوقتي يقولوا لك انت اختي وانت حبيبتي وانت وانت، هم فاتحينك بره اصلا. دي تاني حاجه. تالت حاجه بقى يا اسامه بجد، يعني انا عارفه ممكن اخرج شويه عن الموضوع اللي انت بتتكلم فيه، يعني معلش استحملني. لا تحت امرك، اتفضلي. انا بقالي فتره كبيره جدا بحاول اكلم حضرتك وانا مش عارفه اوصل لحضرتك. انا تحت امرك، احنا مع بعض اهو، اتفضلي. بص حضرتك، انا جوزي من النوع اللي هو يعني بيسمع قوي قوي لوالدته ولاخواته قوي، بيجي عليا دايما عشان هو بيمد ايده عليا، بيغلط فيه على طول، دايما بيحسسني ان انا قليله وسطهم، دايما بيديهم الحق، دايما يعني حاجات كتير. انا بقالي 11 سنه، انا متجوزه بقالي 12 سنه. انا قسما بالله يا سيدي، انا قعدت معاه 11 سنه عمري ما بصيت لحد غيره، وعمري ما حبيت حد غيره، يعني حتى كنت راضيه بقول الحمد لله على كل جديد ربنا. بس انا لما تعبت وما لقيت ما فيش معامله كويسه، وهو ما بيتغيرش، بالعكس كل مدى كل ما بيسال اكتر، وكل ما هو بيسمع لهم اكتر، وكل ما هو بيجي عليا انا اكتر، انا تعبت، اعصابي تعبت غصب عني. يعني اول ايدي اتمديت له حسيت ان هو حنين عليا كويس معايا، انا حبيت حد غيره. واول ايدي اتمديت لك دي كانت مين؟ يعني حد كان يعتبر قريب من العيله بس بعيد شويه يعني. وعارف ان في بينكم مشاكل كتير، عارف احنا كنا بنقف على الطريق على طول، وكان على طول بيضربني ضرب، يعني مره كسر دراعي، مره عمل لي ضرب خد علاج 21 يوم، وعلى طول كان اهلي يجوا معايا، ولا هو بيتك وعيالي. كنت بفكر ان انا كذا مره اقول لا انا هتطلق مش هرجع، يقول لي لا هترجعي، ولو اتطلقتي يعني احبسك في البيت ومش هتخرجي ومش هتشوفي عيالك تاني، يعني نظام تهديد برضه. فاهم؟ انا تعبت، يعني بقول لحضرتك اول حد يعني يتخبط عليا وحسيت معاه بحنيه، انا غصب عني
لقيت نفسي انت اللي اعترفتي له بالحب ولا هو اللي جاء قالك انا عايز ارتبط بيه انا بحبك انا لا يعني؟ هو انا يعني اول الكلام بينا كان كلام عادي جدا كأصحاب كأصدقاء، ما كانش في اي حاجة. واحدة واحدة ابتدى يقول لي انا حبيتك، انا حاسس بيكي، انا انت فاهمني. بس انا دلوقتي انا تعبانة جدا، انا ضميري يعني انا مش قادرة اقول لحضرتك، مش قادرة استحمل اصلا. او تخيل ان انا فكرت ان انا كده بخون جوزي. طيب خليني اسالك، الراجل ده متجوز؟ وانت تعرفي مراته طبعا؟ مش قوي يعني، بس بس تعرفيها لان يعني من الراجل قريب من بعيد، بس تعرفي اسرته ومراته وكده. اعرف. طيب هو بيكلمك كل يوم يطمن عليكي ويسال عليكي وكده ولا الدنيا ماشيه ازاي؟ بس هقول لحضرتك، احنا انا اعرف من السنه اللي فاتت يعني من رمضان اللي فات لقى قبل، كنا بنتكلم كل يوم كل يوم كل يوم. جينا مره واحده انا قلت لك مش هينفع اكلمك، وجينا سيبنا بعض وقعدنا بتاع 3 4 شهور ما بنكلمش بعض، ورجعنا ونرجع نبعد تاني ونرجع. بس بقى حصل مشاكل كتير. و حصلت مشاكل ازاي؟ يعني جوزي في مرة لقى رقم على التليفون بتاعي، وحصل مشكلة كبيرة بيني وبينه ابتدى توصل للطلاق وكده. قعدنا بقى فترة كبيرة ما طب لما لقى رقمه على التليفون بتاعك قلت له ايه؟ قلت له ده عادي يعني، ما الرقم متسايف عادي، ولا قلت له يعني هو عداها لك ازاي جوزك؟ ما كانش متسايف، هو كان في المكالمات اللي لم يرد عليها يعني. طيب هو عداها ازاي جوزك؟ فهمها ازاي؟ هي ما عدتش، هي حصلت مشكلة كبيرة كبيرة جدا، وانا يعني اتهمني فيها اتهامات يعني فظيعة جدا. وانا حاولت انتح ساعتها. انا بصي اصلا انا دلوقتي طيب حاليا جوزك سامحك ازاي؟ ان هو يعني الناس يعني هو صدق ان مفيش حاجة يعني مفيش علاقة حصلت بيني وبينه. انا كل اللي بيني وبينه كلام مش اكتر. انا دلوقتي تعبان، انا حاسه ان انا بقيت مريضه نفسيا. انا يعني انا بس انا ببكي بدل الدماء ده، انا مش قادره اسامح نفسي. طب خليني معلش، مفيش انسان مش معرض للخطأ، ولكن انا عايز اعرف دلوقتي معلش عشان بس في شويه تفاصيل، هل حصل بينك وبينه علاقه؟ لا خالص خالص، شويه تليفونات يعني؟ كل التليفونات بس. طيب بصي انا ضد جدا الخيانات الزوجيه، ما يعني على طول الطريق، انما تعالي انت دلوقتي لسه بتكلمي لحد دلوقت؟ لا انا بصي احنا قطعنا يعني. طيب بصي بصي يا سماعه، الموضوع اصلا يعني مش على طول يعني، ممكن مكالمه كل شهر كل شهرين. بس ودلوقتي قاطعين خالص؟ او دلوقتي ما فيش يعني، من شهر 6 طيب. بس ما بنتكلمش بعد خالص. طيب معلش هقول لك حاجه وخدي مني الكلام ده وارميه البحر. على فكره انا بثق في حضرتك جدا، ربنا يخليك. يعني بحاول اكلمك ومش عارفه اوصل لك، وانا بتابع حضرتك بقالي 15 سنه وأكثر. ربنا يخليك، ميرسي خالص. اسمعيني بقى يا ستي، في الدنيا اللي احنا عايشين فيها دي كلنا متفقين وعارفين ان فيها شيطان، صح؟ طيب الشيطان بيخش لضعيف النفس، ليه؟ لان ضعيف النفس ده عنده مشكلة ونفسه ضعيفة، والشيطان بيخش من الثغرة دي لكل انسان. عشان كده احنا بنقول الصلاة بتساعد البني ادم وتقوي نفسه، انه ما يقدرش الشيطان يدخله، يقدر يبقى فيه حاجز، يبقى فيه ربنا اول باول في حياته، فما الشيطان ما بيعرفش يدخله. ولكن الشيطان دخلك في لحظه ضعف وخلاكي تتصرفي التصرف ده، اوكي؟ طيب ربنا اسمه ايه؟ اسمه الرحيم. صدقني والله انا بصلي وبحفظ قران، انا حلو. بعملها من نفسي ان ما انا بقول لك اهو انا قريبه من ربنا. حلو، ربنا رحيم، اوكي؟ فبما ان ربنا رحيم، ربنا بيرحم عباده، وربنا عارف نفوس الناس، وربنا عارف كمان الشيطان موجود، وعارف ان الشيطان ده هيجربنا وهيضايقنا وهيلعبنا، وعارف كل حاجه. ف كل اللي يعني اللي اقدر اقوله لك ان رجوعك لربنا تاني وتقولي له معلش سامحني انا غلطت، الشيطان وقعني، ده هيظبط كتير جدا من الحدوته، لان ربنا سبحانه وتعالى بيحب يسمع صوتنا، وربنا بيحبنا وبيرحمنا بمنتهى الحب اللي يعني اللي لا نتخيله. بص يا بنت الناس، محدش فينا ما اخطاش في حياته،
ايا كان الخطأ مش لازم تتشابه الاخطاء، ولكن كلنا اخطأنا على وجه هذه الارض، الكل خطاء ولا مخطئ، يعني ولا واحد معفي من الخطأ ولا واحد منزه عن الخطأ على وجه هذه الارض الا ربنا سبحانه وتعالى. فكلنا بنغلط عادي، غلطتي وحسيتي بغلطتك وحسيتي ان ضعفك ده هو اللي سبب لك المشكلة وقلتي لا انا همشي كويس وهلتزم وهصلي، خلاص ارمي ورا ظهرك تماما، ما تقعديش تجلدي نفسك في الرايحة وفي الجاية. انت ما عملتيش علاقة سيئة مع الراجل ده، هم في كام تليفون وخلاص، خلص رميناهم البحر ولا كأن حاجة حصلت.